أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأروي لكم حكاية سمعتها عن جدتي رحمها الله عندما كنت صغيرا، وهي مناسبة الآن لكي أرويها لكم. وداعا. مع السلامة. تقول الحكاية: كان يا ما كان، كان هناك رجل يدعى علي بابا، يعمل حطابا ويذهب كل يوم وبعد صلاة الفجر إلى الغابة ليحتطب ويحصل رزقه اليومي. السلام عليكم يا أخي، ما بك يا علي بابا؟ هل ستذهب إلى الغابة من أجل الاحتطاب في هذا اليوم؟ نحن نحصل رزقنا هكذا يا أخي، حمدا لله على كل حال، رزقنا. أرى أنك مسرور من عملك هذا، كان الله في عونك. شكرا لك يا قاصر. بالتوفيق يا أخي. كان علي بابا راضيا بما قدره الله له من رزق ويحمده صبحا وعشيا. وأما الذي رأيناه فهو أخوه ويدعى قاسم، وكان يملك مالا وقصرا وحانوتا ضخما. سبحان الله، ما أجمل هذا اليوم. والآن سأترككم لمتابعة حوادث حكايتنا مع علي بابا والأربعين لصا. سأبحث الآن عن شجرة هرمة يابسة، لأنني لن أقوم بقطع أي غصن شجرة حي كي لا أفسد توازن البيئة في الغابة. الغابات مفيدة لنا، فهي تمنحنا الكثير، لذا سأبحث عن الأغصان اليابسة فحسب. هذه هي الأغصان اليابسة التي أبحث عنها، حمدا لله على كل حال. في العمل عبادة، في العمل هناء، في العمل عزيمة تتحدى كل الأعباء. في العمل عبادة، في العمل عبادة، في العمل هناء، في العمل هناء، في العمل عزيمة تتحدى كل الأعباء، كل الأعباء. يظهر فينا الإنسان العمل من الإيمان، يظهر فينا الإنسان العمل من الإيمان. العمل حياة أخلاق وعطاء، يظهر فينا الإنسان العمل من الإيمان. سأحصل على قسط من الراحة. على بركة الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. آمل أن يكون احتطابي وفيرا في هذا اليوم، كي أشتري لزوجتي الثوب الذي وعدتها بإحضاره لها. يبدو أن الجائعين كثر في هذه الغابة الواسعة. تعال اقترب أيها الغزال، اقترب، خذ رزقك. ما بك؟ ما أكثر عدد هؤلاء الفرسان؟ ترى من أين جاءوا؟ استولت الدهشة على علي بابا لمرأى هؤلاء الفرسان الكثر، وهو ما كان يعلم بأمرهم من قبل، رغم أنه يأتي إلى هذا الموضع من الغابة على الدوام. ترى ما حكاية هؤلاء الفرسان؟ دعونا نتابع مجريات الحوادث. افتح يا سمسم افتح. من هؤلاء؟ أغلق يا سمسم أغلق. إنهم أربعون بالتمام، يبدو أنهم الأربعون لصا الذين يتحدثون عنهم. هل رأيتم ما حدث؟ ها؟ لقد فتح باب من صخر عندما قال ذلك الرجل افتح يا سمسم. عجبا، هل هو سحر؟ لا، إن لم يكن سحرا فمن المؤكد أن أحدا موجودا في الداخل. الآن ماذا ستفعل في موقف كهذا يا علي بابا؟
لن أغادر حتى أعرف ما سر هؤلاء الرجال. صمتا، سوف يسمعنا الأربعون لصا. ها هم يخرجون. أغلق يا سمسم أغلق. أغلق يا سمسم أغلق. هيا يا رجال هيا. لقد ذهبوا. لقد أثار فضولي، يجب علي أن أستطلع الأمر وأعرف ماذا يخبئون في تلك المغارة. وها نحن نقف أمام الصخرة، احذروا، يا لها من مغارة ضخمة. ترى هل ستفتح الصخرة إن قلت ذلك؟ وإن كان أحد اللصوص موجودا في الداخل ماذا سيفعل بي؟ يا للمصيبة. أصغوا إلي بأذانكم الطويلة وأعينكم الجميلة، إن كان في الداخل أحد استعدوا للهرب عندما تسمعون إشارة مني. افتح يا سمسم افتح. الله أكبر، ما هذا؟ ترى ماذا تخبئ لي هذه المغارة الغريبة؟ حمدا لله لا يوجد أحد في الداخل. يا إلهي ماذا أرى؟ المغارة مليئة بالجواهر. ذهب ذهب. الحمد لله المغارة مليئة بالجواهر. أخيرا ستنتهي المعاناة التي عشتها طوال حياتي. قادم لا تقلقوا، أنا قادم. تأخرت عليكم كثيرا. هذا يكفي، سأتقاسم هذا المال مع الفقراء، ولكن يجب علي أولا أن أخفيه تحت الحطب بعد أن أغلق المغارة. أغلق يا سمسم أغلق. خرج علي بابا من المغارة مذهولا مما رأى، فلقد رأى أمرا عجبا، وأخذ يفكر في الطريق. ترى ماذا سأقول لزوجتي عن هذا المال الذي جمعته من المغارة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، عدت مبكرا. أنت تظنين ذلك يا امرأة، بل أنا متأخر. أرى أنك لم تبع الحطب، خير إن شاء الله. لو تعلمين ماذا حصل معي هذا اليوم يا زوجتي. ليس من عادتك أن تخفي عني شيئا، لذا أخبرني ما الذي حصل معك في الغابة. انظري هل يعجبك هذا؟ ما هذا؟ من أين هذا الذهب؟ لا تصرخي أرجوك، هل أنت مجنونة؟ هل تريدين أن تجمع علينا الناس؟ يكفي. هيا ندخل الأكياس إلى الغرفة، هيا. أين وجدت هذه الكمية من الذهب؟ سأخبرك فيما بعد، هيا. آمل أن تعجب هذه المائدة زوجي قاسم عندما يعود. ماذا عن الحلوى؟ ألم تنضج بعد؟ إنها ما تزال على النار. إلى الآن ما زلت تطبخينها، قولي لي متى ستنضج وكم ستستغرق حتى تبرد؟
هل أنت مسرورة؟ ها قد جاء زوجي. أنزلي القدرة من فوق النار وأنا سأفتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرجو المعذرة، أريد أن أستعير منكم الميزان، سوف أزين بعض الأشياء المنزلية. ظننت الطارق زوجي. انتظري سأحضره لك فورا. أرجو ألا تتأخر كثيرا. ماذا يوجد عندهم كي يزينوا؟ سأضع عجينة تحت كفة الميزان. لابد لي أن أعرف ما الذي سيفعله شقيق زوجي بهذا الميزان. سنرى. آسفة لقد تأخرت عليك. تفضلي يا أختي ولكن أعيديه بسرعة. شكرا. جزاك الله كل خير. لا تقلقي سأعيده إليك سالما فور الانتهاء من العمل به. عما قريب سأعرف كل شيء. هذه آخرها. ما أكثر ذهبنا. الحمد والشكر لك يا رب. لك الحمد والشكر يا رب العالمين. لا يمكن لنا أن نخبئ هذا الذهب في منزلنا، بل يجب علينا أن نخبئه في مكان ما. ما رأيك؟ أنت على حق. ترى ماذا نفعل به؟ لقد وجدتها. سنحفر حفرة في الحديقة ونضع فيها الذهب. أدام الله عليك نعمة العقل. أعيد الميزان فورا قبل أن يرتابوا في أمرنا يا زوجتي. فعلا كدت أنسى ذلك الأمر. ما هذا الإهمال؟ لماذا الطاولة ناقصة؟ أين الحلوى يا امرأة؟ قولي. أرجوك لا تغضب يا زوجي، صدقني كنا نعد حلوى عاشوراء ولكن فكرنا فيما بعد أن... أن ماذا؟ هيا يا نديمة قولي للسيد. أردنا أن نخفف النفقات. أجل هذا صحيح، أردنا أن نقلل النفقات حتى لا تدفع الكثير من المال على الطعام. حسنا لقد فهمت كل شيء، بارك الله فيك يا زوجتي العزيزة. افتح الباب يا نديمة. توقفي يا نديمة، أنا سأفتح الباب. السلام عليكم. أهلا، لما تأخرت في إعادته؟ آسفة شغلني الحديث مع زوجي ونسيت أن أعيده بعد الانتهاء منه. حسنا لا عليك، الأمر غير مهم. جزاك الله كل خير. أرجو أن توصلي سلامي إلى السيد قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفتي. والآن لنرى. قاسم! ماذا جرى؟ انظر، تنتظر زبائنك طوال النهار. أما أخوك فانظر ماذا يفعل. ماذا تقولين يا امرأة؟ طلبوا الميزان فعجبت من ذلك، لذا ألصقت عجينة فيه لأعرف ماذا سيزين. المعنى انظر، لقد زانوا ذهبا. ذهب؟ ماذا؟ تعال وانظر بعينيك. فعلا إنه ذهب حقيقي، وبما أنه زنه بالميزان. يعني أنه يملك كميات ضخمة من الذهب وأنت جالس لا تفعل شيئا حيال ذلك. لا تقلقي، فأنا أعرف جيدا كيف أجبره على التكلم. وأما صديقنا الطيب علي بابا. الحمد لك يا رب، لقد أعطيتنا فوق حاجتنا. لك الحمد والشكر يا رب. واستيقظت المطامع النائمة في النفوس. لابد أن أجد وسيلة أجبر فيها أخي على التكلم. وداعا. مع السلامة. أعطني 50 ذراعا من القماش الجيد. اجعلها 100 يا سيدي. 50 تكفي. السلام عليكم يا جاري العزيز. علي بابا، هل تريد دجاجا؟ إنها بياضة.
أخي الحبيب علي بابا، كيف هي أحوالك؟ قل لي، أنا مشتاق إليك كثيرا. أخي، قل لي يا أخي الحبيب. كم كيلو من الذهب وزنتم بميزاننا الذي استعرضتموه البارحة؟ مثل ماذا؟ مثل هذا الشيء. هل تراها جيدا يا أخي الحبيب؟ قول الحقيقة يا علي بابا وإلا. لا أعرف عما تتكلم يا أخي قاسم. تعال أطعم الدجاجات يا بني، عاد أبوك وقد يكون محتاجا إلي. ماذا أصابه؟ ماذا تقصد؟ أنا لم أفهمك. لا أدري يا أمي، فأبي لم يلقي السلام علينا كعادته. أطعم الدجاجة وسأذهب لأستطيع الأمر. أسأل الله أن يكون أبي بخير ولا تكدره المصائب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا البغل فقد تحتاجه. ماذا أصابك يا امرأة؟ ألا تكفي 7 بغال؟ وما المانع إذا صارت 8 بغال؟ يا الله عني. ما هذا الطعام اللذيذ؟ شكرا لك يا زوجتي العزيزة. الحمد لله أنه أعجبك. لقد علمت من مرجان بأن عمي أخذ 16 صندوقا، غادر الحانوت ولم يعد حتى الآن. لابد أنه يخطط للحصول على الكثير من الذهب من ذلك المكان. وليكن وليكن. ما الذي تقوله يا علي بابا؟ إذا وقع أخوك في يد اللصوص سيخبرهم عن أمرنا وسيأتون إلينا. آمل ألا يطمع أخي بالكثير من الذهب ويقضي وقتا طويلا في تلك المغارة كي لا يقع في قبضة أولئك اللصوص. إن شاء الله إن شاء الله. لو أنني رأيت هذا في الحلم ما كنت لأصدقه أبدا، وكيف أصدقه؟ أه؟ أه؟ لقد حرت في أمري، ماذا أخذ وماذا أترك؟ فالمغارة مليئة مجوهرات ونقود ذهبية، هل أخذ هذه أم هذه أم أخذها كلها؟ أحسنت يا علي بابا، أحسنت. على أي كروز وقعت؟ لقد أصبحت أغنى رجل في المدينة بل في العالم. أنا أملك كل هذه النقود الذهبية والمجوهرات، في المرة القادمة سأصطحب معي الجمال. يا سلام، لقد ملأت أكياسي كلها. ترى ما هي الكلمة التي سأقولها الآن؟ تذكرت. افتح يا شعير افتح. ترى ما هي الكلمة المناسبة؟ أخزى الله الشيطان، إنني أعرفها وأكلها كثيرا ولكنني نسيت ما هي. ترى هل هي فول؟ لا لا لا، بندق؟ لا لا، ما هي الكلمة يا ترى؟ أخزى الله الشيطان، أخزى الله الشيطان، ما هي الكلمة؟ ما هي الكلمة؟ نعم نعم تذكرت. افتح يا قمح افتح. ماذا؟ لم تنفتح. يا إلهي، لقد نسيت الكلمة المناسبة. ماذا أفعل؟ افتح يا فلفل. لقد قضي علي في هذه المغارة. افتح يا زعتر افتح. الكلمة يا زعتر. أهلا أهلا، مغارتنا طيب. وجاء الصباح ولم يعد قاسم إلى منزله وحانوته، فشغل بذلك بال أهله وزبائنه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرى الحانوت مغلقا منذ الصباح، والحانوت مغلقا لم ينفتح. هناك أمر ما أعاق قاسم عن فتح حانوته. ربما يعاني من أمر ما. فعلا، برأيك هل هو مريض لا قدر الله؟ أمي متكدرة منذ الصباح قلقا على أبي، أرجو أن يكون بخير.
أين أنت يا زوجي العزيز؟ القلق يعتصر فؤادي، ليتني لم أطلب منك الذهاب إلى تلك المغارة، ليتني اقتنعت بما قسمه الله لنا من رزق، ليتني لم أوسوس له، سامحني يا رب. مرجانة أبشر يا مرجانة، لقد جاء ابن عمك علي بابا. أنا سأفتح الباب. بل أنا سأفتح. أسأل الله أن يكون الأمر خيرا. قادمة قادمة. السلام عليكم، عمي موجود؟ لا يا بني، وأنا قلقة عليه كثيرا، أخشى أن يكون قد وقع في أيدي العصابة. إن شاء الله لن يتعرض عمي لمكروه، لا تقلقي يا خالة، سأذهب الآن للبحث عنه. الله معك يا بني. يا إلهي، أخيرا حدث ما كنا نخشى أن يحدث. أبي، لقد طلبت مني زوجة عمي أن أذهب للبحث عن عمي قاسم. لا شك أن قاسم قد وقع في قبضة اللصوص الأشرار. هل هذا صحيح؟ سامحك الله، قولي كلاما غير هذا الكلام. ما العمل؟ علينا أن نبحث عن عمك قبل فوات الأوان. حاضر يا أبي حاضر. أسرع يا بني، هيا. ماذا تفعل يا بني؟ عما تبحث في هذا الصندوق؟ أخبرني وسأساعدك. لا أحد يدري ماذا سيحدث، لذا سأصطحب معي هذه السكين. لا لا أرى مسوغا لي أن تأخذها. إنه محق، الحذر واجب. أسأل الله ألا تتعرضا لمكروه في عملكما هذا. هيا نذهب. يا رب ساعدهما. لم يتمكن علي بابا من الفرار من واجب الأخ نحو أخيه، لذلك بادر مع ابنه بالذهاب إلى تلك المغارة كي ينقذ أخاه قاسم من براثن العصابة. ترى هل سيتمكن علي بابا من النجاح في مهمته النبيلة؟ تابعوا معنا مجريات قصتنا. لا أرى هنا أحدا، لعلهم موجودون في الداخل. لو كانوا موجودين في الداخل لتركوا خيولهم أمام باب المغارة يا بني. إذا ماذا ننتظر؟ هيا بنا. انتظر انتظر لحظة، لا تتسرع، الشجاعة تكون طيشا في بعض الأحيان. ما داموا ليسوا موجودين فأخبرني ما الذي يمنعنا من الدخول. لا أرى بغال عمك، لذا أنا متأكد أنه وقع في أيدي اللصوص. نعم معك حق يا أبي. هل تحس بهذا الهدوء؟ نعم إنه هدوء شديد. لو كان هنا أحد ما لكانت لمنطقة صاخبة جدا يا بني. إذن لماذا لا ندخل؟ وبعد أن تأكد علي بابا وابنه من خلو المنطقة من أفراد العصابة قررا دخول المغارة. بني، هل أنت جاهز؟ نعم جاهز يا أبي، يمكنك أن تفتح باب المغارة. افتح يا سمسم افتح. هيا يا بني تعال، ما الذي تنتظره؟ حسنا يا أبي. ماذا؟ أبي أبي. ما بك؟ عمي. هيا ساعدني لننزل عمك. حسنا. أخي الحبيب، ماذا فعل بك اللصوص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. استعد يا أبي، سأقطع الحبل. أنا مستعد، اقطع. أبي، هل عمي حي؟ حي بإذن الله، حي. ساعدني ساعدني يا بني، هيا. Thank you.
هذا الصخب. هاجم اللصوص. روحك أو نقودك. هيا الأعشال اتبعوني. غليت الأعشاب غليانا تاما. والآن سأضع فيها خليطا من الأعشاب وسيكون خليطا منشطا جاهزا للاستعمال. ترى من يأتيني في مثل هذا الوقت؟ السلام عليكم أيها الطبيب. وعليكم السلام. أنا آسفة لأنني لم أطرق الباب. هل تسمح بالمجيء إلى منزلنا؟ عندنا مريض مشرف على الموت. في مثل هذه الساعة المتأخرة، أين بيتكم؟ لا يمكنني إخبارك عن موقع بيتنا لأن هذا سر، وسأربط عينيك حتى تصل إلى بيتنا، وأنا سأساعدك في المسير ما دامت العصابة على عينيك. يبدو أن أحد أغنياء البلدة متورط في أمر ما. لما لا تأتينا بعد ساعة؟ فلدي عمل مهم يجب إنجازه في الحال. هذه النقود كلها لك. قلت إن وضعه خطير. لا لا، سأذهب حالا. كيف تجد جروحه أيها الطبيب؟ هل سيتمثل إلى الشفاء ويزاول عمله؟ سأخبركم بالحقيقة ولن أخفي عنكم شيئا، إن وضعه خطير جدا، فضلا عن أنه فقد ذاكرته. على كل، لقد قمت بإجراء اللازم وأعطيته الدواء المناسب. لقد ضربوه ضربا مبرحا. أرجو منك ألا تخبر أحدا بما رأيته هنا. أرجو أن يستعيد صحته سريعا. نكرر الرجاء أيها الطبيب بأن لا تخبر أحدا بما رأيته. لا تقلق يا عمي، فالطبيب سيلتزم بالاتفاق وقد قطع لي وعدا بذلك. بارك الله فيك أيها الطبيب. نشكرك جزيل الشكر أيها الطبيب. سنربط عينيك ونعيدك إلى حانوتك مكرما. وبهذه الطريقة لن يتعرف إلى طريق البيت ثانية. من هنا أيها الطبيب. وهكذا أوصلت مرجان الطبيب إلى حانوته بسرية تامة. ولكن هل سيلتزم هذا الطبيب بالعهد الذي أخذه على نفسه؟ أم أن هناك أمرا ما سيحدث؟ تابعوا معنا. كما ترون هناك من دخل المغارة وقام بإنقاذ ذلك المتسلل، وهذا يعني أن سر مغارتنا قد كشف، لذا لابد أن نمسك بهما. أنا أتكفل بأمرهما يا سيدي. يمكنك أن تبدأ المهمة. من يقترب من مغارتنا يلاقي الموت حتما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. هل سمعتما؟ لقد مات التاجر قاسم بعد مرض مفاجئ. انظر إلى حكمة الله، كل ماله وغناه لم يمنع عنه الموت. إنك محق يا أخي. اهدئي اهدئي. كفاك بكاء يا زوجة أخي، من الآن فصاعدا أنت وابنتك أمانة في عنقي. لا تقلقي بشأن الحانوت، لأن ابني سيديره بالتعاون مع مرجانة. لا أدري ماذا أقول لكم، ماذا أفعل لو لم تكونوا معي؟